بكم على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. إشادة كبيرة بالنجم ميرت رمضان ديمير بعد أدائه المميز في مسلسله شاميران، واللي بيتم عرضه حاليا على منصة نتفليكس العالمية، حيث تم عرض المسلسل يوم 8 أغسطس الحالي، واللي بيشارك بطولة المسلسل النجوم سيرناي سيركايا وبوراك دينيز. المسلسل حقق نجاح كبير في خلال يومين بس، واحتل المركز الأول في نتفليكس تركيا والمركز الثالث في نتفليكس رومانيا والعديد من الدول اللي تم عرض المسلسل فيها. وقد أشاد الجمهور بأن النجم ميرت رمضان ديمير قدم أداء مختلف عن شخصية فريد كرهان اللي بيقدمها في مسلسله الطائر الرفراف ليثبت موهبته وقدرته التمثيلية. وكانت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ميرت رمضان ديمير حقق نجاح كبير في مسلسله شاميران على منصة نتفليكس. وأيضا كان هناك تعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان منها: بسبب ميرت رمضان ديمير احتل مسلسل شاميران المرتبة الأولى في يوم واحد على منصة نتفليكس في تركيا. منصة نتفليكس استغلت النجاح الكبير لميرت رمضان ديمير من مسلسله الطائر الرفراف، وكان أول مشاهد للترويج للموسم الثاني من مسلسل شاميران كان مشهد لميرت رمضان ديمير اللي بيجسد شخصية جيهان في المسلسل. كما تحدثت صحفية إسبانية عن مسلسل شاميران وتحدثت عن ثلاثي القوة ميرت رمضان ديمير وسيرناي سيركايا وبوراك دينيز. الصحفية الإسبانية أبدت إعجابها بميرت رمضان ديمير وأشادت بأدائه في الموسم الثاني من المسلسل، وكتبت إن ميرت تفوق في عدد مشاهده على بوراك دينيز اللي كانت بطل الموسم الأول. كما كان هناك تعليق مميز من مخرجة فيلمه الجديد الرجل الأصلح اللي هيتم عرضه على منصة نتفليكس، المخرجة شاغلة فيالي، حيث كتبت تعليق: الكثير من الحب في وقت قصير، عن الممثل الرئيسي في الفيلم ميرت رمضان ديمير.